تنفيذ مهام تكتيكية باستعمال طائرات دون طيار، ومواصلة للعمليات المنفذة في إطار الاستخدام الميداني لهذا العتاد المتطور، خاصة في عمليات مكافحة الإرهاب وحماية حدودنا الوطنية. نفذت خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر طائرات دون طيار جزائرية الصنع من طراز الجزائر 55 عدة طلعات استطلاعية جوية نهارية وليلية بغرض تدمير أهداف للجماعات الإرهابية. واستهلت المهمة التي نفذت باحترافية ودقة عالية بتنفيذ استطلاع جوي تمكنت خلاله الأطقم الأرضية للطائرات من الحصول على بيانات آنية تم على ضوئها تحديد الأهداف المراد تدميرها، لتباشر إثرها طائرات دون طيار طلعات جوية لتدمير الأهداف، وهي العملية التي نفذت بنجاح باستعمال تقنيات ومنظومات الطائرات دون طيار التي تتلائم مع العمل في الظروف الليلية والنهارية في اتجاه الأهداف المحددة. هذا وأظهرت الأطقم الأرضية خلال هذه العمليات التي نفذت في ظروف جيدة تحكما عاليا في تنفيذ مثل هذه المهام، كما أثبتت الطائرات نجاعتها القتالية والعملياتية في تنفيذ هذا النوع من العمليات وتدمير الأهداف بفعالية ودقة، والعملية لا تزال متواصلة.